المجلس القومي المصري قبل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، ده كان في غاية الأهمية. طبعا اكيد، لانه حضرتك انت بنيتي موقف صلب وقوي ومبني على قناعه وعلى سياسه كانت مستمره منذ سنوات، هو الاحتفاظ بالقضيه الفلسطينيه في قمه الاولويات بالنسبه للسياسه الخارجيه المصريه، والحفاظ على الشعب الفلسطيني بكل امكانياته انها تظل موجوده سواء كان في قطاع غربيه او في غزه. وبالتالي انا بشوف انه الموقف المصري هيكون مفتاح قادم، ما تستبعديش ابدا حضرتك انه يكون في لقاء موسع على مستوى القمه لعده دول قريبا. انا لا استبعد هذا، وده كان احد القرارات اللي صدرت اليوم في الصباح، ان يكون في قمه اقليميه دولية، إقليمية فقط، لازم كمان دولية، لأنه ده برضو فيها حكمة كبيرة. توجيه دعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل مستقبل القضية الفلسطينية. بالضبط، وهذه كلمة أن يكون دولية ده صح جدا جدا، لأن في النهاية حضرتك محتاجة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إن هم يظللوا أي قرارات بقرارات يمكن تكون نابعة عن طريق مجلس الأمن ويكون ملزمة لدولة إسرائيل. ما كانش ينفع ان انت تعملي قمه اقليميه فقط، بالعكس كانت هتبقى يمكن مضره كمان. فانا بشوف ان احنا اتقنا صناعه خريطه الطريق منذ الصباح، واعتقد انه بلينكن هيرجع بصوره واضحه عن الموقف المصري بحيث ان الاداره الامريكيه تستطيع الناس تستوعبها وهتحاول انها تتفاعل معاها في الفتره القادمه. طيب ده برضو قبل ما اسال حضرتك، شايف ازاي رد وزير الخارجيه الامريكي في هذا اللقاء مع سياده الرئيس، وهل هينعكس هذا على القرارات الامريكيه ام لا؟ خليني بس اعرف من حضرتك ما المقصود بالجوله لوزير الخارجيه الامريكي قبل ان ياتي الى القاهره؟ اسرائيل، الاردن، قطر، الامارات، السعوديه، كان بيسوق لايه؟ يعني كان بيحاول ان هو يفرش او يقنع هذه الدول بيه. هو حضرتك القناعه الامريكيه انه كان يجب طبعا يبدا باسرائيل على اساس توضيح الالتزام الكامل بامن اسرائيل، ثم في رايه انه الدول اللي هو هيزورها ديت اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها هي دي الدول المؤثره في القضيه الفلسطينيه والتي تملك علاقه مع جماعه حماس. هو كان يعني بيحاول يبين ان هو ملتزم بالعلاقه مع اسرائيل، وفي نفس الوقت ان هو قد يؤثر على بعض الدول بحيث ان هو يعني تكبح جماح حماس في الفتره الحاليه. يبقى كان في محاوله للتاثير على بعض هذه الدول.